أما النقطة الثانية فهي الإشارة إلى الشرف الذي نتبوأه جميعا أهل هذه البلاد بالاستثناء، ونحمد الله لما حبانا به من سكن هذه البلاد المباركة التي شرفت بخدمة الحرمين الشريفين. إن كان ولي أمرنا ورأس الهرم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله قد ارتضى أن يتشرف بهذا الاسم الذي يحمل معنى الخدمة الجليلة للحرمين، فلا نحن والله أحق وأحرى بأن نسعى لنيل هذا الشرف، وقد تبوأنا الدور الوظيفي كل في إدارته بوظيفته مسؤوليته وأمانته التي أنيطت به وعلقت برقبته، أن تبذل الجهود لتكون الخدمة على أرقى ما يكون، أن تكون مشرفة، أن تكون لائقة بالمقام العظيم في هذا المكان الكريم، وأن تكون أيضا رسالة مشرقة تظهر بصدق جهود بلادنا المباركة وحكومتها الموفقة التي كانت ولا زالت تبذل بسخاء وعطاء ممتد رعاية لهذه المنة الإلهية الكبيرة والشرف العظيم الذي نتشارك جميعا في أداء رسالته وحمل أمانته. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم جميعا بموسم حافل بالخيرات والأجور، يذهب الحجيج بالأجر والثواب والمغفرة، ويذهب من شرفه الله بخدمتهم بمشاركتهم في هذا الأجر سواء بسواء. الرب كريم سبحانه، والموسم عظيم، وفضل الله عز وجل ينال من يشاء برحمته الواسعة. جعلنا الله وإياكم في خيرة من اصطفاهم لهذا المقام العظيم، وأخلص لنا ولكم النيات، ورفع لنا ولكم الدرجات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.